The last presentation in this session will be a case presentation of gastric cancer, Dr. Mirit Mohib Subhi. أهلا وسهلا مساء الخير. أنا بشكر دكتور محمد ودكتورة صفاء اللي هم وجهوا لي الدعوة وثقوا فيا إن أنا أقول محاضرة صغيرة بس عن حالة موجودة عندنا في الـ Supportive Department في الـ Oncology Center في كينا Oncology Center. وبشكر أساتذتي طبعا دكتور محمد عمر دكتور عبد الرؤوف ان شاء الله بالنجاح والتوفيق دايما، وان شاء الله مزيد من المؤتمرات ومزيد من النجاح ان شاء الله في قسم الاورام في جامعه في طب انا جامعه جنوب دلوقتي. هي كانت كيس اوف فيميل بيشنت 45 years old not non diabetic or hypertensive. She was complaint of repeated vomiting resistant abdominal pain with an explained weight loss for 7 months duration. She was referred to gastrointestinal consultation and underwent upper endoscopy. The result طلعت showing large ulcerative hard mass easily bleeding on touch involving distal body and antrum of stomach causing a marked narrowing of the lumen. The patient then underwent distal radical gastrectomy. The diagnosis the histopathology finding poor cohesive carcinoma. ماشي بولي بورلي كوهيزف كارسينوما تيومر سايزد ان ماكسيمم دايمنشن 7 سنتي تيومر ريسيرش سبسيروزد فات لينفو فاسكولار امبولاي بريزنت بري نيورال انفيزف از ديتكتد بروكسيمال ديستال اند ميزنتريك مارجن ار فري 21 lymph node are dissection showing mesenchymal infiltration in 7 of them. Peritoneal refraction of at sigmoid colon showing tumor infiltration. The pathological stage T4N3A. Histopathological finding بتاع الاندوسكوب ولا بتاع السيرجري؟ هي عملت ديستر جنب جنب من الاندوسكوبي احنا مين الاندوسكوبي؟ يعني حد كده to consult oncology or not. فموستلي هي مشيت في السكه دي صح يا دكتوره؟ لا هي الحقيقه انا جايه لنا من كايرو. كانت جايه من بره السنتر عامله. بس هو في نقطه تاني برضو في الباثولوجي، اولا الباثولوجي مش محدد كان سكويموس ولا ادنو من الاول عشان بعد كده يتكلم في نيو ادجفنت ولا لا. و بس رجع لنا السلايد بتاعت بالظبط. هي العينه اساسا مز كانت جايه من بره السنتر عامله كده. العينه جايه لنا من كايرو، يعني العينه اساسا يعني متشخصه كانت جايه وعامله السيرجري كل حاجه. العينه كانت جايه كل حاجه. هي العينه كان خلصت عملت الابر اندوسكوبي والسيرجري وخدت كمان ادجيفانت كيمو ثيرابي بعد كده، وبعد كده جات لنا بعد كده بالكومبليكيشن او جات لنا بريكارنت بعد الادجيفنت. احنا عشان نسيبك تكملي بس علامه الاستفهام دي، هو طبعا اللي اشتغل الحاجه دي اوتسايد كده اكيد عارف الكلام اللي احنا بنقوله، هو اكيد عارف اللي احنا بنقوله واللي لسه هنقوله كمان على الميونوفينوتايبنج بتاع الجاستر كارسينوما واهميه الميونوفينوتايبنج بتاعها، لان ده ديزيز برضو في سنجل تيست ايمونولوجيكال سنجل تيست يقول الديزيز ده هيرسبوند وتتعب نفسك فيه ولا لا. فهو عارف الكلام ده كله بس هو ما اتعملش، عشان دايما الانكولوجي لما الواحد يشتغل في مؤسسه احسن ما بيشتغل فردي للاعتراف وللصراحه. لا 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 انا بقول في مؤسسه. البيشنت اساسا عملتها برايفت، يعني في سنجل ديسيجن انديفيدوالايز ديسيجن بتاع السيرجري، لكن لما بتبقى في مؤسسه بيبقى في ام دي تي وبيبقى في كومباين ديسيجن. صعبه شويه الكومباين ديسيجن في البرايفت. اتفضلي. بعد كده then the patient received 3 cycle carboplatin from once ago. The patient still complained of repeated vomiting, not improvement by medical treatment. Then was underwent again to upper endoscopy showing severe ulcerative gastric mass at gastrojejunal anastomosis. The biopsy showing recurrent polycohesive carcinoma. ايه
two months. احنا هنشوف بعد كده مع بالظبط ما هو فري. لا كان يعني في العمليه الاوليه طالعه فري فري في الاول. عامل ديستال ديستال جاستريكتومي فري. مش كاتب انستوموزس. لا مش كاتب انستوموز. بعد كده then the patient is received to surgical consultation for feeding tube but failed as abdominal exploration showing multiple infiltration mass of transverse colon, ileum, rectum and the anal canal and the rest of mesentery. Then the patient inserted rail. لا في الاولانيه لا بالظبط. هي ما هو شالها يعني احنا انا تقارير انا دي تقارير وبنقولها يعني دي تقارير وبعرض الحاله. هي الحاله ما يعني الحاله جايه من القاهره فاحنا انا جبت الورق وبنقول الحاله وبعرضها. حتى انا برضو لما كنت بقرا في سيناريو الحاله لا كان في حاجات كتيره بالظبط. حتى يعني جيت لما خدت هيستوري من ال بالظبط مكتوب كده في الورق اللي جايبينه والبيشنت ريلاتيف معاهم. هي اساسا البيشنت دي يعني هي مس تريتمنت اساسا من الاول. يعني هي واحده تي 4 ليه بالظبط ما خدتش كان بري اوبراتيف كيموثيرابي. بري اوبراتيف كيموثيرابي. بعد كده احنا البيشنت ادميتد ان اور سبورتيف ديبارتمنت فور فولو اب اند نيوتريشن سبورت. هي البيشنت دلوقتي انسرشن ترايلد ومش ما فيش حاجه نو بي او. لاست اسسمنت سي تي ابدومين بلفيس شيست طالعين نورمال. ستدي بلفيك ابدومينال الترا ساوند شوينج مودريت انترا هيباتيك بيلاري دايليتيشن اند البيشنت انفيت فور اي ار سي بي. عرضناها اندوسكوبي قالوا ان هي دي انفيت فور اي ار سي بي. يعني هي كانت عرضناها على الدكتور. بالظبط يس يس يس. اللي هو الاكسبلوريشن هي اللي هو لاست ما هو شالها خلاص بقى شال اللي عمل وعمل ديستال بالظبط. ما احنا ده اللي قلنا له بس بالظبط. هي كان من الاول اللي هي مس تريتمنت يعني من الاول مش حلوه يعني من الاول. هو فعلا العيانه ما كان العيانه فعلا من الاول مس تريتمنت من الاول غلط خالص يعني بالظبط. يعني انا لما مسكت الورق بتاعها وشفت السيكولي بتاعها لا يعني كان بالنسبه لي حاجه غريبه خالص. لا حاجه ان لوجيك يعني انا ازاي ماشي كده ومختلف تماما عن كلام الكتب والجايد لاينز. يعني لا اساسي.
لا ولا يهمك يا دكتور. How to diagnose gastric cancer. More than 95% of gastric cancer are adenocarcinoma. The remaining 5% neuroendocrine tumor, lymphoma, squamous cell carcinoma, sarcoma. The Cancer Genome Atlas Research Network has classified the gastric cancer into 4 subtypes based on the molecular characterizations of 295 primary adenocarcinoma in a way that can guide patient therapy. The 4 major genomic subtypes with the specific features and the classes of molecular alternative. Number one, the tumor Epstein-Barr virus among recurrent mutation in the BIK3CA gene pathway. Extreme DNA hypermethylation amplification of the Jones kinase 2, JAK, and the extra copy of programmed death ligand 1, BDL1 and the BDL2 gene, which are suppression of immune response. This group made about 10% of cancer, with nearly the 80% harboring a protein change alternating in BIK3CA. طبعا هي ما عملتش حاجه ولا immunophenotyping ولا عملت جيناتيك ستادي ولا اي حاجه. انا باخد هيستوري من العيان او من الريلاتيف، ما فيش اي حاجه. هي المجرد ان هي تشخصت بالابر اندوسكوبي ان هو في ulcerative gastric mass shifting to surgery. احنا قلنا الجاستريك في سنجل ميوتيشن نعملها من غير تكلفه، لان طبعا احنا عارفين كل الميونوفينوتايبنج والبانل ده كله هو مطلوب بصراحه، خصوصا البي دي ال. بس الحاجات دي مفيش اي مستشفى ولا قرار نفق الدوله ولا تامين ولا اي هيلث بروجرام بيكفلها. مع الاساس البي دي ال انا بدي فيه ليه تارجت ثربي. تمام، احنا في ميوتيشن واحده هتخلينا نعرف التيومر ده اميون ريسبونسيف ولا لا، والكيمو ريسبونسيفيتي يعني الكيمو ريسبونس بتاعه كمان كويس ولا لا، اللي هي الام اس اي المايكروستاتيلايت انستابيليتي. دي لو حبينا نعمل تيست واحد هو اولى واحد هيدينا الفكره الاكبر. الام اس اي هاي احنا يعني ايه هيدينا فكره اكبر الريسبونس بتاع التيومر ده حتى لو البي دي ال لو. Tumor showing microsatellite instability in which the malfunctioning DNA repair mechanism can causing a high rate of mutation including the mutation of gene encoding targetable in oncogenic signaling protein. About 20% of tumor fell into subtype. The largest category of tumor making up about half of the cancer type was termed the chromosomal instability. This containing the jumper of extra or missing pieces of genes and chromosome, حاجة اسمها new bloody, and have a shrinking number of genomic amplification of key receptor tyrosine kinase. This subtype of tumor is frequently found in the junction between the stomach and the esophagus type of the gastric cancer that have been increasing dramatically in the United States. Fourth group was termed genomically stable because they lack the molecular features of the other three types. This tumor making up of types were largely those of class of genetic cancer and enriched for diffuse type histological variant with approximately the 30% of this tumor have genomic alternative in the ROS homologous gene family. Number A, LRAOA, signaling lack of the high level of annulobody and the high meat analysis of this calcification may serve a valuable adjuvant to histopathology and provided patient stratification as a guide to the target agent. احنا عايزين بقى staging والبروجنوزيس بتاع الجاستريك كانسر. دايما يعني هو بيقول المين اهم حاجه في تشخيص الجاستريك كانسر الابر اندوسكوبي. الابر جي اي تي سيريس ويز ذا باريوم سوالو اند ابر اوسوفيجيو جاسترو ديونوسكوبي ار ذا المي
المينستي فور دايجنوزيس كاستريك كانسر اند بروفايد ذا الكومبلمنتري دايجنوزيس انفورميشن. الاي سي جي از مور سنسيتيف اند سبيسيفيك تو اوبتين تيشو دايجنوزيس. Single biopsy has 70% sensitivity for diagnosing gastric margin and the based increased the sensitivity to more than 98%. In على العكس خالص بقى بيقول ان الباريوم سوالو with upper biopsy for upper for ulcer GIT serious can identifying both malignant ulcers and infiltrating lesion including some early gastric cancer. However, the false negative هو دايما الباريوم سوالو بيبقى فيه في false negative عالية جدا جدا and can be high. دكتورة مريت الباريوم ده يعني تشيل الباريوم ده حطي مكانه سي تي وهيمشي كل الكلام صح، لكن الباريوم ده خلاص يعني هو بيقول ان هو خلاص بقى انتهى. فانت والله بس الكلام اللي هقول اقول حاجه بس انا عمال اغلس عليك بصراحه دكتور مريت. هو الجي اي تي كله من الاول لغايه البنكرياس تقريبا الاندوسكوبيك الترا ساوند هو اللي على ذا سيم فوت مع البيت سي تي في السنسيتيفيتي والسبيسيفيستي والاكيوريسي في الاستيجنج. اندوسكوبيك الترا ساوند من اول الاسوفاجس لغايه البنكرياس يعتبر يعني على نفس الدرجه مع البيت سي تي، بس عشان معتمد على سنترز معينه على اكسبيرينس برضو بتاعه اللي هيشتغلوا برضو البيت يسبقه شويه في السنسيتيفيتي للاستيجنج، وممكن كمان يعني هو يبقى اعلى في ديتكشن للينف نود بره الاورجن اعلى من البت، لان البت ساعات البت ده اكتيفيتي لو شفت الفيلم بتاعه هتلاقي بطشه سودا كده، فالبطشه السودا دي بتاعه الماس ممكن تبقى مخبيه على الليمف نود اللي وراها. فالاندوسكوبيك الترا ساوند اعلى في السنسيتيفيتي واحسن في الاستيجنج. دكتور محمد ممكن يكون كانسر ستومك متستس من حته ثانيه ولا نادرا ولا على السيرفس بره هتبقى سيدلينج على الجاستريك على الاستومك من بره، لكن متستس في ميوكوزا لا فيري رير يعني سواء اسوفاجس او اي اورجان فيه ميوكوزا متستس جوه الميوكوزا بتاعته اي ديدنت سي بصراحه، وحتى ما شفتش كيس ريبورت ولا حاجه زي كده. ممكن على السيرفس بره يبقى في سيدلينج من خلايا من مكان تاني، ميزوثيليوما بقى حاجه كروكنبرج من حته من بريست متاستاز من اوفري، يعني الاوفري ده بروتونيال ديزيز فروم ذا ستارت من اول ستيج 1 سي وهو في بوزيتيف اسايتس هيقول لنا الدكتور محمد، فتبقى على السيرفس بتاع الاستومك من بره، لكن حتى المنظار يخش يلاقي الميكوزا هيلسي وتبقى عليها ماس من بره دي نشك ان هي تكون متاستاز. Can be as high as 50% and maybe even higher for early gastric cancer and sensitivity can be as low as 14%. Cancer staging in critical prior treatment is the staging system by American joint comment on cancer AJCC النسخة الثامنة في 2017 is the most current used including gastric carcinoma, gastroesophageal junction carcinoma with the epicenter more than 2 cm into the stomach and the cardiac carcinoma. In the newest version, the staging guidelines by TNM, tumor nodular metastatic calcification of malignant tumor are available. Clinical stage, C stage based on the database from the United States and Japan. Pathological stage, B determining after primary surgery of localized gastric adenocarcinoma and post-neoadjuvant therapy pathway pathology calcification, YB stage after the use of the new adjuvant therapy before surgery. According to the AJCC 8 editions, بعد كده هنقول because of its non-invasive nature the CT has been the corner store of gastric cancer staging also is not sensitive at detecting the tumor invasive depths and local and regional lymph node involvement. يبقى the CT contrast scan of chest, abdomen and pelvis can assess the local of or
of the distant extension of the gastroadenocarcinoma. Currently, CT is used in the conjunction with the endoscopic ultrasonography of primary site, which providing the most accurate data for the depth of the tumor invasive and the local regional lymph node. يعني احنا دلوقتي بنفضل نستخدم الاندوسكوبيك التراسونوجرافي مع السي تي والكونتراست علشان اقدر اشوف في ديبس او في انفيزف في الميكوزا. الاندوسكوبيك التراساوند هاز اكوريتلي فور ذا 77% فور ذا الستيجنج ديبس اند ذا 69% فور ذا الستيجنج نوديولز. The availability of the endoscopic ultrasonography guided biopsy of suspicion local and regional lymph node has يعني هو ليه دلوقتي limitation معينه. يعني هو حتى الاندوسكوبيك الاندوسكوبيك الالتراسونوجرافي بقى دلوقتي في detaching بتاعه الليمف الريجونال ليمف نود لا بقى ليه استخدام معين. Laparoscopy with peritoneal washing is more invasive than CT or the endoscopic ultrasonography, but it has the advantage of directly visualizing the liver surface, peritoneal and local lymph node. It's sensitive at diagnosis liver metastasis, peritoneal carcinomatosis in about 23% of the patient on in whom non-such involvement was seen on CT, and up 13% of the patient with the positive. فاضل التريتمنت. اوكي هو دلوقتي ماشي. بوزيتيف سايتولوجي اول دايجنوستنج لابروسكوبي از يوزد بيرفورمد وين اول نون انفيزيف ستادي سي تي الاندوسكوبيك التراسونوجرافي ديمونستريتنج لوكالايزد اور بوتنشال ريسكتابل ديزيز ان بيشنت ويز هايلر ذان تي 1 بي ديزيز اون ذا الاندوسكوبيك التراسونوجرافي. بوزيتيف بروتونيال سايتولوجي ريبورت represent stage 4 disease according to the AJCC system. The effectiveness of the fluorodeoxycholucose position emission tomography, PET-CT at diagnosis of gastric cancer is uncertain because as many as 50% of primary tumor are FDG negative. مش بنستخدم البيت سي تي في الدياجنوستس بتاع الجاستريك كانسر عشان هو دايما بيبقى نيجاتيف ليه مش بيمتصه مش بياخد ال الفلورودوكسي. عندنا بس بتاع البون لكن العادي اخر حته ماشي. بارتيكولار ايرلي جاستريك كانسر ماشي. انسبشن سبيد بي تي جي ابتيك از مور اسوشيتد ويز ديفيوز تايب جاستريك كانسر ويز ذا سيجننت رينج سيل اند ميوسينوس كونتين. كارنتلي ذا الفيت الفي دي جي بيت هاز نو رول ان ذا البرايمري ديتاكشن اوف ذا جاستريك كانسر بيكوز اوف اتس لو سنسيتيفيتي. اون ذا اذر هاند الفي تي جي بيت سي تي شوينج بيتر ريزلت ان ذا ايفالويشن اوف ليمف نود ميتاستاتيك ان ذا جاستريك كانسر كومبيرد وذ سي تي اند كود تاس هاف ا رول ان ذا البيري اوبراتيف ستيجنج فور بيشنت وذ ذا الفي تي جي بوزيتيف ديزيز. الفي تي جي بيت سي تي كان بي يوزد تو بريدكت هيستولوجيكال ريسبونس اند سيرفايفر اوت 34-36 similar to the result seen among patient with the distal esophageal and gastroesophageal cancer adenocarcinoma. The addition of the FDG PET-CT to CT increased the diagnosis accuracy for recurrent gastric cancer because the PET-CT is as sensitive and specific as the contrast CT at detecting the recurrent disease except the peritoneal sending. Among patients with the gastric cancer who had surgery, factor affecting gastric cancer prognosis, including nodal involvement, tumor location, histological grade, and the lower lymphovascular invasion. بس كنت عايزة حابة أتكلم عن التريتمنت. دي الستيجنج بتاعت الكانسر بتاعت الجاستريك كانسر. أنا خلصت خلاص. هي كانت المفروض ان خلاص
لا استيل الايف، لا استيل الايف الحمد لله. يعني خلاص هي كده اتشفتت ان هي هتاخد فلوت كيمو ثيرابي. لا ما هي مركبه رايل، ما هي عاملين رايل. ماشي، ما هي ماشيه على الاي في نيوتريشن. لا بالظبط عشان ستوب الفوميتنج. هي دلوقتي ويت فور بي تي دي بحيث ان انا ابقى شويه يعني اعمل ديكريز للبلوروبين وبعد كده هبدا كل حاجه فيها اوبستراكشن فيها. فيها اوبستراكشن. هي اساسا كانت من الاول ان هي مس تريتمنت من الاول غلط، يعني من الاول ان هي بالظبط هي كانت المفروض ان هي تبقى بري اوبراتيف كيمو ثيرابي فلوت وبعد كده نعمل اسسمنت تاني لو لقينا الامور كويسه هنعمل او الهوم مسج بتاع حضرتك. الهوم مسج لا هو الدايجنوزس، انا لازم ابقى انا شخصت بالابر اندوسكوبي، لا اعمل بعد كده اذر انفستيجيشن، اعمل في سي تي عندي، اعمل لا اعمل سي تي وبعد كده اعمل اندوسكوبيك التراسونوجرافي، اعمل برضه في رولز للبيت سي تي، ما اسيبش العيان كده اوصله للمرحله ان هو خلاص انا بقى خلاص اند ستيج والدنيا مقفوله. ست مشيت في سيكوال كانت افضل من كده، يعني كانت ممكن تتحقق من كده. المفروض يبقى في مالتيبل تريتمنت اكتر من كده. اوكي خلاص بعد كده هتكلم على التريتمنت كل التريتمنت. ماشي مانجمنت. اوكي مانجمنت اوف لوكالايزد جاستريك كانسر الستيج 1A T1 N0 M0 ده اندوسكوبيك اور سيرجيكال ريسكشن. الستيج 1B لستيج 3 اكتر من T1 اند اور اكتر من N0 M0 مالتي موديفايد تريتمنت. اول حاجه بعمل بري اوبراتيف كيمو ثيرابي وبعد كده ريديكال كاستريكتومي مع تي دو ليمف دينوكتومي وبعد كده بدي بوست اوبراتيف كيمو ثيرابي. لو مش محبوب ان هو ري اوبراتيف كيمو ثيرابي ستيجنج ايشو اور ايمرجنسي سيرجري ريديكال جاستريكتومي دي 2 ليمف دينوكتومي بوست اوبراتيف كيمو ثيرابي. ماشي انا لو هتكلم على بري اوبراتيف كيمو ثيرابي فور ستيجنج من 1B ل 3 تيومرز بري اوبراتيف بري اند بوست اوبراتيف ثيرابي از ريكومندد سو ذات ذا البيشنت كان بينيفيت فروم سيستميك تريتمنت اف ذا البيشنت اف ذا البوست اوبراتيف كومبوننت اوف تريتمنت كان بي درايفر. يبقى تريبل العيان بيبقى ماشي على ثلاث حاجات الفلوروبرامادين البلاتينيوم دوسيتاكسل ريجمنت شود بي جيفن وين بوسيبل ذا بري اوبراتيف يوزد اوف 5 فلوروراسيل ليكوفيرين اوكسالوبلاتين دوسيتاكسل از ستاندر اوف كير فور بيشنت هو ار ايبل تو توليرانت تريبل سايتوتوكسيك ريجمن. فور بيشنت انفيت فور تريبل كيمو ثيرابي بنعمل الفلوروبرامادين سيسبلاتين اور فلوروبرامادين اوكسالوبلاتين از ريكومندد. It's currently unclearing with the different chemotherapy regimen should be used after a poor response to the new adjuvant chemotherapy. The potential benefit of additional preoperative radiotherapy to the preoperative chemotherapy is currently unbenefit. Adjuvant treatment. The adjuvant chemotherapy is recommended in the patient with stage more than 1B gastric cancer who undergo surgery without administration of the perioperative chemotherapy. For patient who have undergo surgery with no residual tumor at the margin, RO postoperative radiotherapy has no added benefit and should not be given. For patient undergoing the peri or post operative chemotherapy, the addition of the post operative radiotherapy has no added benefit and should be not given.
يعني هو اللي هنا الرول الراديوثيرابي في الجاستريك كانسر حرفيا مشغول يعني. احنا ممكن نختم بسؤال، سؤال مهم خالص في حاله زي كده عشان الجماعه بتاع الجراحه والجي اي تي والناس اللي معانا. لو هي الجاستريك دي الميتاستاتيك ده بتيومر بيردن عالي وجسمها مليان كله، واديتيها اي ريجيمن وربنا كرم عملت لها بيت سي تي ولقيتها كومبليتلي فري، دي تكمل كده ولا تعمل جراحه بعد ما بوضعها اللي كان موجود ولقيتيها كومبليتلي فري وبالبيت سي تي كمان؟ هو في الاسم والكده بعمل جراحه وبعد كده اديها تاني بوست اوبراتيف بس. تمام، عشان في ديزيزز ممكن نكمل كده، الريكتم لو وصلنا لكده في اوبشن نكمل كده، لكن جاستريك وصلنا لكده ما ينفعش من غير جراحه. وده طبقا للاسم اللي هو بتاع 23 والان اس ان وكل الجايد لاينز. في عندي مشكله في الان اس ان. تمام. بعد كده adjuvant chemo radiotherapy can be considered in patient who have not received the preoperative chemotherapy and have not undergoing an appropriate due to lymphadenectomy. Adjuvant radiotherapy or chemo radiotherapy may be considered in patient who undergo surgery with microscopic residual tumor as margin R1 but not standard. يعني هو بيقول الانديكيشن بتاعت الراديوثيرابي لو في microscopic residual بعد العملية، دي اقدر ادي فيها الاثنين مع بعض. For patient with MSI gastric cancer who undergo curative surgery, adjuvant chemotherapy can't be recommended as there is no evidence of adding benefit in this population. If a response is requiring to downstaging MSI H tumor before surgery, a new adjuvant float is recommended. المانجمنت اوف ادفانتس ميتاستاتيك جاستريك كانسر، الفيرست لاين تريتمنت اوبشن فور ادفانتس اور اند ميتاستاتيك جاستريك كانسر ار شوين ان الفيرست لاين، بيبقى بلاتينيوم اند فلوروبراميدين از ريكومندد، اوكسالوبلاتين از بيرفورمد سبيشالي فور اولد بيشنت. تاجر كمل دكتوره مينيت 1 مينيت. اوكي خلاص and will close. ماشي. انا يعني بس انا كان عايز اتكلم بس على تراست مزوماب كيمو ثيرابي از ريكومندد ان بيشنت وذ هير 2 بوزيتيف تيومر، هير 2 اميونو هيستو كيمستري سكور 3، هير 2 اي سي اي اتش سي بوزيتيف 2 اند ذا الفلورو ان سيتو بس. وبعد كده هتكلم على حاجه تانية للناس اللي عندهم بوزيتيف بي دي ال 1، بنديها حاجه اسمها نيفو نيفوليوماب كيموثيرابي از ريكومندد فور ادفانسد اند تريتمنت جاستريك اوسوفيجيو جاستريك جانكشن اند اوسوفيجيال كانسر وذ بي دي 1 كومبايند بوزيتيف سكور اكتر من 5. شكرا ميرسي خالص. شكرا جزيلا دكتوره مريت، شكرا لحضرتك وشكرا على البرزنتيشن الجميل.